ولا في اي رقم. الامور كلها ميسره والدوله قاعده تيسر في امورها واعاده بنائها، وان شاء الله نقدر ان نكون عند حسن الظن في كل المجالات. شكرا. بسم الله. طبعا عندي تنويه بسيط بخصوص الموضوع الامني. قررنا السيد وكيل وزاره الشؤون المرافق بحيث ان ممكن نفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص. ممكن السيد الوزير يتكلم على امكانيه الامن بالنسبه للمشاريع الكبيره، المشاريع اللي هي ذات راس مال يتعدى 10 مليون دينار في المنطقه. لكن بالنسبه للقطاع الخاص احنا عندنا مجمع تجاري تم في شركه ماليزيه اثناء الثوره. طبعا جميع العماله رجعت لبيوتها والاهلها. اتفقنا مع شركه تركيه وجاءت الشركه التركيه يوم 5/1/2012 ونبدا العمل في خلال 4 شهور. بالنسبه للجانب التركي ما عندناش مشكله في الموضوع ده، الامر خاصه في مجال القطاع الخاص. لان دول بنركزوا على القطاعات الصغيره والمتوسطه باعتبار علينا ان نواه البلد. ممكن معنا اخ خاص في الجلسه حبيت نوضح له النقطه هذه، وباعتبار انك بتقول فيما تكلم في مجال الميديا والاعلام، نتكلم في مجال الاستثمار العقاري الخاص بانشاء مولات ومجمعات تجاريه. عندنا مجمع تجاري في منطقة ريف بنغازي في سوبر ماركت مساحته 500 متر، وحاولنا نتواصل مع اخوتنا في تونس ومصر على انشاء على استقطاب شركه لتسيير خدمات السوبر ماركت. طبعا انتم عارفين شغل السوبر ماركت يعتبر كصناعه، وهذا شيء مطلوب في المستقبل، وذلك تفتقر الى زي ما تكلم الاخ الوزير الى جميع المتطلبات لعمل السياحه. فلذلك في من ضمن الحاجات الخدميه هي توفير المراكز والملاهي والسوبر ماركت الخاص اللي يخدم الحياه اليوميه. فلذلك انا بنحب بس ندعي لاخوتنا المستثمرين الاردنيين، اذا كان حد عنده نيه في مجال الاستثمار في مجال صناعه السوبر ماركت او المجمعات الاستهلاكيه، نحن عندنا كيف تقول مجمع شبه جاهز بنسبه 100%، مساحته 6 طوابق على 3 طابق 2500 متر مجهز بالكامل بمد يد العمل من ناحيه الخبرات وتوافر اليد العامله في المنطقه. شكرا. حتى التركيز يقل يعني. مشكورين الاخوه الحضور، الاخوه في الجانب الاردني حقيقه مشكورين جدا على هذا الملتقى وتنظيمهم لهذا الملتقى واستضافتهم لهذا الملتقى كذلك. انا بنتكلم على الشركه العامه لنقل وتوزيع الغاز في ليبيا. عندنا عرض مرئي على هذه الشركة، فنكون نتبعوا مع بعض الخطوة. خطوة بعد ما نكمل البرنامج، اللي عنده أي استفسار ويحب أن يكون استفسار بسيط، لأني لا مانيش مكلف في البداية بهذا البرنامج. أنا كان فيه مدير عام التخطيط هو اللي كان مكلف بهذا البرنامج، ولكن لظروف خاصة السيد مهندس علي اعتذر في آخر لحظة على تقديم المجيء معي. فبسم الله حنبدأ في تقديم البرنامج عن الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز. هذه شركة جديدة في ليبيا عمرها الزمني لا يتعدى 3 سنوات. الآن حتنفذ مشاريع كبيرة في ليبيا وحتكون من أكبر الشركات الاستراتيجية في قطاع الغاز المنزلي في ليبيا بإذن الله. طبعا الشركة تتبع وزارة الإسكان والمرافق، أحد شركات اللي تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق، هي وشركة الشركة العامة لشركة الصرف الصحي وشركة تحلية المياه. الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، هذا مخطط تطوير منظومة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي لسنة 2012 ميلادي. استراتيجية استغلال الغاز الطبيعي في ليبيا. أولاً تزويدات الغاز، تطوير حقول الغاز المستكشفه لرفع الاحتياطي الى 70 تريليون قدم مكعب. ثانيا فتح مناطق جديده لاستكشاف الغاز لزياده الاحتياطي. ثالثا التقليل من حرق الغاز المصاحب. حرق الغاز المصاحب للنفط طبعا كله في ليبيا من سنوات كان كله يحرق بالملايين الامتار المكعبه في الصحراء. الان بنحاول نستثمر هذه الكميات. استراتيجيه استغلال الغاز الطبيعي، اولا تزويدات الغاز، تطوير حقول الغاز من المستكشفه والاحتياطي. فتح مناطق جديدة،
التقليل من حق الغاز المصاحب. ثاني الطلب على الغاز تزويد جميع محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالغاز. يبلغ استهلاك السوق المحلي حاليا 2300 مليون قدم مكعب يوميا، 1300 مليون قدم مكعب يوميا لتغذية المصانع البتروكيماوية ومعامل استهلاك الغاز، و1000 مليون قدم مكعب يوميا لتزويد محطات الكهرباء والتحلية وبعض المصانع الأخرى. تزويد جميع مدن ليبيا بالغاز. طبعا هذا المخطط اللي انشأت من أجل هذه الشركة هو تزويد مدن ليبيا بالكامل بالغاز، غاز المنزل. تلبية طلبات استهلاك الغاز للأغراض الصناعية ومشروعات الاستثمار بكافة المناطق. شوف هنا مقارنة بين تكلفة استهلاك الوقود السائل مع الغاز الطبيعي. الاستهلاك الفعلي للقطاعات الكهرباء والصناعات والتحلية من الوقود خلال سنة 2008 ميلادي وقود خفيف ديزل، هذا الرقم قدامكم بطن متر، زيت الوقود الثقيل طن متر، غاز طبيعي مليون قدم مكعب وإلى آخره. في الجدول اللي تلاحظوا فيه هنا نوع الوقود ديزل، زيت ثقيل، غاز مسيل، الكمية بالليتر، السعر العالمي، القيمة بالمليون دينار ليبي، المكافي بالوحدة الحرارية البريطانية اليوم، المكافي من الغاز الطبيعي بليون بالقدم مكعب، القيمة بالمليون دينار ليبي. مقدار الفرق عند التحول للغاز الطبيعي يساوي 3.08 مليون دينار ليبي. سعر الغاز الطبيعي يساوي 9.72 دينار ليبي لكل سنة. نعم. احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي على المدى القصير. احتياجات الغاز تفصيلي خلال السنوات 2012-2014 ميلادي، واحد محطات الكهرباء. أمامكم المحطات بكامل، المحطة 2012-2013-2014، محطة السير الغازية، محطة مصراتة للحديد والصلب، محطة مصراتة، محطة الخمس، محطة الخمس، محطة الخليج، محطة جنوب طرابلس، محطة الزاوية، محطة الجبل الغربي، محطة شمال بنغازي، محطة الزويتينة، محطة الزويتينة. إجمالي احتياجات محطات الكهرباء مليون قدم يوميا بهذا الشكل 2012-2013-2014. مين محطات تحلية المياه؟ المحطات المستهدفة لتزويدها من الغاز واللي تعتبر من كبار المستهلكين، محطة درنة لتحلية المياه، محطة سوسة، محطة البترابة، محطة زليطة، محطة تحلية الزاوية رقم واحد، محطة زوار لتحلية المياه. إجمالي احتياجات محطات تحلية المياه مليون قدم مكعب يوميا. في 2012 شوف قدامكم كيف الأرقام 2013 و2014. المصانع المستهدفة تزويدها بالغاز من خلال هذه الشركة، محطة مصنع اسمنت الفتاح بنغازي طبعا، المشاريع الصناعية، مصنع اسمنت زليطة، مصنع اسمنت لدة، مصنع اسمنت المرقد، مصنع اسمنت بنغازي، مصنع اسمنت سلوك، مصنع طبعا هذا قيد الانشاء، مصنع اسمنت مصراتة كذلك قيد الانشاء. اجمالي احتياجات المصانع مليون قدم مكعب يوميا في 2012-2013-2014. غاز المدن المنطقة درنة تحتاج في 2012-2013-2014، الجبل الأخضر طبعا هذه المدن مازال ما بداش فيها التنفيذ مستهدفتش، بنغازي 2013-2014، الواحات، الكفرة، سرت، مرزق، سبها، وادي الحياة، مصراتة. تابع غاز المدن المنطقة المرقد، طرابلس، شفارة، زاوية، نقاط الخمس، طبعا نقاط الخمس اللي هي زوارة، الجبل الغربي، نالود. إجمالي احتياجات غاز المدن مليون قدم مكعب يوميا. 11.7 نعم ترجع أنا يحكي لك إجمالي احتياجات الغاز بالمليون، أنت تقول الرقم، الرقم 36 مليون وأنا 100 ايوه الرقم بالمليون قدم متر مكعب، مليون قدم مكعب لا يعني 153 مليون قدم متر مكعب، هذا 153 ايوه مليون 2014 راح يصير لي السنه 153 مليون قدم مكعب يوميا يوميا. نعم
هذا طبعا يبدو من 2012 ل 2013 2014 653 مليون قدم مكعب. الاجمالي السنوي لاحتياجات الغاز الطبيعي للنوم قدم مكعب، محطات مصانع غاز المدن، محطات الكهرباء، محطات التحليه، المصانع الاخرى، غاز المدن، اجمالي احتياجات الغاز مليون قدم مكعب زي ما ذكرنا، 397 426 الى 561 متر مكعب. نعم. هاي كانت مرافق الغاز والمخططات، المخطط الاستراتيجي وهيكلة مرافق الغاز، تم استكمال المخطط ومن نتائجه تقييم الوضع الحالي لتزويدات واستهلاك الغاز، تحديد الاحتياجات المستقبلية من الغاز الطبيعي ومواقع الاستهلاك، اقتراح المشروعات المطلوب تنفيذها لفترة المخطط، تحديد تكاليف تنفيذ مشروعات المخطط، اعداد الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للغاز، مقترح طرق تسعيرة وتسعير بيع الغاز لكبار المستهلكين وصغار المستهلكين. ونحن عندنا كبار مستهلكين وصغار مستهلكين. كبار المستهلكين اللي هي محطات الكهرباء والتحلية وإلى آخره، صغار المستهلكين اللي هي المنزلي. اللي بعدها سيد، بعدها سيد بس المخطط العام لنقل وتوزيع الغاز. ولغرض البدء في تنفيذ المخطط تم تجميع البيانات من القطاعات الآتية، قطاعات أمامكم كلها، الكهرباء، تحلية المياه، الصناعات، المشروعات الاستثمارية، المجمعات السكنية القائمة والجديدة، المؤسسة الوطنية للنفط، فيما يتعلق بالإنتاج الحالي ومستقبل الغاز، وبيانات عن شبكة نقل الغاز القائمة. وقد أخذ في الاعتبار لتنفيذ المخطط القصص الآتية: النمو السكاني، التطوير العمراني، تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى سنة 2030 ميلادي، تطور الطلب على الغاز الطبيعي في ليبيا حتى سنة 2030 ميلادي لجميع القطاعات، السعة الحالية لشبكة نقل الغاز الطبيعي الرئيسية، والدعم المستقبلي لها للإفاءة المتطلبات. اللي بعدها نتائج دراسة المخطط العام: واحد، الطلب على الغاز، القطاع، احتياجات القطاع من الغاز مليون قدم مكعب في اليوم، الكهرباء، هذه الأرقام أمامكم، الصناعات بما فيها التحلية، هذه الأرقام أمامكم، غاز المدن، والإجمالي هذه الأرقام 10 90 38 99 قدم مليون قدم مكعب في اليوم من 2010 حتى لسنة 2030. احتياجات قطاعات من الغاز بليون قدم مكعب في السنة، تكملة للصفحة اللي قبلها، الكهرباء، صناعات بما فيها التحلية، غاز المدن الإجمالي لعند سنة 2030. نعم، بعد السنة هذه المناطق الوسطى اللي هي سرت ومصراتة، هذه بنغازي، هذه خطوط الغاز، مصادر الغاز وتنقل الغاز داخل هذه المدن الى عند ميونين الوفاء، حق الوفاء هيمشي لعند صبراتة مليتة، منطقة مليتة طبعا الان فيها مصنع مليتة كبير الغاز، يمشي من الخط لمجد ايطاليا، صبراتة مليتة الوفاء، المنطقة الغربية، منطقة الجنوب سبها، هذه المنطقة الوسطى شبكة الغاز بالكامل، هذه الساهل، سهل بعدين هنا الانتصار، السرير، شرق السرير، التحدي، بنغازي، درنا الى عند طوكيو. هذا المخطط العام ل شبكة توزيع الغاز في ليبيا بإذن الله في المستقبل. توزيع استهلاك الغاز الجغرافي للمجال الصناعي لسنة 2009 ميلادي. شبكة نقل الغاز الرئيسية، نظرا للزيادة المضطردة في الطلب على الغاز خلال الفترة 2010-2030، فإن سعة الشبكة الحالية وحالتها الفنية لا تفي بالغرض، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الآتية: دعم شبكة نقل الغاز الساحلية القائمة، وخاصة منظومات نقل الغاز بين البريغا الخمس غربا والبريغا بنغازي شرقا، ضرورة تنفيذ مشروعات خطوط نقل الغاز على النحو التالي:
واحد خط نقل الغاز بنغازي البيضة بطول 200 كيلومتر لتلبية احتياجات مدن وقرى الجبل الأخضر، لأن احنا عندنا الجبلين الجبل الأخضر والجبل الغربي. خط نقل الغاز نالوت غريان بطول 235 كيلومتر لتلبية احتياجات مدن وقرى الجبل الغربي. ضرورة تنفيذ محطات كبس الغاز في بنغازي لتلبية احتياجات المنطقة الشرقية. ضرورة رفع قدرة محطة كبس الغاز بمليكا تحت التنفيذ، طبعا هذه آتي تنفيذ لتلبية احتياجات المنطقة الغربية. ضرورة الاستفادة من كميات الغاز المصاحب وذلك بعدم حرقه وتنفيذ بعض المشروعات لتجميعه. ضرورة شروع في تطوير حقول الغاز الطبيعي للمنطقة الغربية الحمادة العطشان بحر السلام البوري. غاز المدن نظرا لمزايا الغاز الطبيعي في الاستعمال الحضري وما خلصت إليه الدراسة من ضرورة إحلاله بديلا عن الغاز البترولي المصري الغاز غاز الاسطوانات. طبعا احنا الآن في ليبيا كل الغاز نستعمل فيه في بيوتنا سواء كان الدور الأرضي ولا الدور 10 كل أطناب الغاز، وكنا عندنا تغلبنا عند العمود الفقري أو يجيب حبة أجرة كان أي حبة دينار تعطيه 5 دينار أو 10 دينار بيشرك مرتين خمس. لا إن شاء الله وبإذن الله فترة قادمة حتكون فترة نيرة وفترة حلوة على ليبيا وعلى مدن ليبيا بالكامل. هذه الشركة حتخفف علينا ثقل كبير وهذا يعني هذا طموحاتنا احنا كل الليبيين بعد ما تم هالتغيير وافتكينا حقيقة من هذاك النظام الفاسد اللي كان جاتنا على قلوبنا. تعرف الشركة هذه باش احنا نوقعوا عقد قعدت سنة ونص زي ما تكلم بكري سيادة الوكيل المساعد قعدت سنة ونص في الرقابة باش وقعوا لنا موافقة مبدئية على تنفيذ خط طرابلس وخط المشروع المرحلة الأولى من طرابلس والمرحلة الثانية المرحلة الأولى من طرابلس. فكانت كنا مفتهمين بالقرارات والقوانين واللي يشملها حقيقة الكوربشن اللي كان موجود. غاز المدن نظرا لمزايا الغاز قلنا بأن الغاز طبيعي في الاستعمال الحضري وما خلصت إليه الدراسة من دورة إحلال وبدين على الغاز البترولي المصري الغاز الاسطوانات. فقد وضعت الشركة في إطار المخطط العام تنفيذ مشاريع شبكات غاز المدن لعدد 800,000 مستهلك على النحو التالي: شبكات غاز مدينة طرابلس لعدد 211,000 مستهلك. ممكن حد يسأل طرابلس طبعا احنا مع البنية التحتية متاعها شبه لما تكلم الزملاء في السابق شبه معدومة، فلما احنا قعدنا نخططوا في الغاز نسقنا مع جهاز المرافق بحيث ان تكون المدن الجديدة في طريق المطار اللي ماشي لطرابلس من طريق المطار لطرابلس نجيلة مدن يعني تكون يعني مدن جديدة يتم فيها التنسيق مع متوازي مع تنفيذ المشاريع، يعني يكون الغاز والكهرباء والتحلية والمية كلها مع بعضها في خط واحد. لكن داخل طرابلس القديمة وبنغازي القديمة طبعا حياخد وقت الآن عقد العقود نتاعها موقع، لكن حتواجهنا مشاكل كبيرة في عدم التخطيط العمراني السليم للبناء. فشبكات غاز مدينة طرابلس لعدد 211,000 مستهلك، شبكات غاز مدينة بنغازي لعدد 112,000 مستهلك، شبكات غاز مدينة مصراتة لعدد 48,000 مستهلك، شبكات غاز مدن جبل نفوسة لعدد 73,000 مستهلك، شبكات غاز الجبل الأخضر لعدد 87,000 مستهلك. شبكات الغاز لباقي مدن ليبيا الواقع على خطوط نقل الغاز الرئيسية لعدد 130,000 مستهلك، شبكات غاز مدن المناطق غير الساحلية باستخدام الغاز البترولي المسيل بمنظومات الغاز الطبيعي الاصطناعي SNG. هذه توزيع الغاز على خريطة ليبيا، لاحظوا هنا حقل الوفاة، هذه المحطات وين كلها بالكامل، طرابلس بخمس مصرات السرت وهكذا اللي ما يعرفش عن ليبيا، هذه خريطة ليبيا بالكامل، هذا توزيع الغاز وهذه الحقول اللي فيها الغاز اللي حنستثمر واحنا فيها الغاز المنزلي بإذن الله في المستقبل، شبكة نقل الغاز الطبيعي. نعم. مشروعات الشركة أول مشروعات الجاري تنفيذها يجري تنفيذ عدد ثلاث مشروعات بقيمة عقدية إجمالية في حدود 176 مليون دينار ليبي على النحو التالي. بيان المشروع: خط نقل غاز امتصار السرير بطول 185 كيلومتر وقطر 20 بوصة. الهدف المشروع نقل 100 مليون قدم مكعب يومي من الغاز لمحطة كهرباء السرير. قيمة المشروع 140 التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع 7/2013. طبعا هذا المشروع بادي من 2010
لكن نتيجة الأحداث اللي مرت بها البلاد التأخير اللي سنة أو كذا حيعطلنا بدأ إحنا بنستلم المشروع في 2012 حنستلمه في شهر 7 بإذن الله في 2013. هذا تنفذ فيه شركة البتروجيت المصرية. نسبة الإنجاز فيه تقريبا واصلة 70-80%، لكن زي ما ذكرنا الظروف اللي مرت بها البلاد هي اللي عطلت تنفيذ المشروع وتسليمه. شبكات توزيع الغاز الضغط المتوسط لمدينة طرابلس المرحلة الأولى من خط الضغط العالي، تزويد 27,000 مستهلك بالغاز، قيمة المشروع 20 مليون. التاريخ المتوقع لانتهاء من المشروع 7/2013 بإذن الله. باعتبارنا احنا بإذن الله مش حتكون عندنا أحداث في المستقبل، المدة الزمنية اللي تتوقع فيها التنفيذ بإذن الله للتسليم بإذن الله حتكون في تايم طيب بإذن الله. هذه طبعا طرابلس تنفذ فيها شركة إيما التركية، الآن تعقدت تمت الإجراءات الإدارية كلها بالكامل، تمت فتح الاعتماد وإن شاء الله بإذن الله هيبدو في نعم داروا تكليفات وتفتح حتى الاعتماد، إجراءات كلها تمام. الشبكات توزيع الغاز الضغط المتوسط لمدينة بنغازي المرحلة الأولى، تزويد 40,000 مستهلك بالغاز، قيمة المشروع 15 مليون. في حيتم التاريخ المتوقع لانتهاء من مشروع 3/2014. هذه شركة إسبانية، شركة تسريم الإسبانية، الآن من شهور أو شهرين فتحت الاعتماد بتاعها بإذن الله حتبدأ في التنفيذ مع في الفترة القادمة. يصاحب تنفيذ المشروعات المذكورة مشروعات من صغر الإشراف على التنفيذ بقيم في حدود 2-3% من قيمة المشروع الأصلي، وتبلغ التكلفة الإجمالية لها في حدود 5 مليون دينار. فهذه ثلاث عقود الآن زي ما قلنا، هذا بدي التنفيذ بنسبة، هذا إن شاء الله بإذن الله الإجراءات انتهت، فتحوا الاعتماد، بدوا يديروا في الإجراءات الأولية. كذلك شركة ستريم لبنغازي فتحوا الاعتماد من شهر أو شهرين، والآن إن شاء الله حيبقوا في التنفيذ بإذن الله. بعد الموقف التنفيذي تحت التنفيذ، اسم المشروع خط أنابيب نقل الغاز حقل الانتصار السريل بطول 186 كيلومتر. الهدف من المشروع نقل ما يقارب من 135 مليون قدم مكعب يومين من الغاز لتزويد محطة كهرباء السريل. مدة تنفيذ المشروع 12 شهر، نسبة الإنجاز 75%، تاريخ الانتهاء المشروع نهاية 2012 بإذن الله. هذا رسم تخطيط لحقل انتصار السريل، وهذه محطة السريل اللي مراد تزويدها بالغاز بإذن الله. نعم. مخطط شبكة الضغط المتوسط لمدينة طرابلس، طبعا زي ما قلنا طرابلس هالخريطة هذه ممكن مش واضحة عند السادة الحضور أكثر، لكن هي تغطي كل المدن الموجودة، هذه السراج الزراعية، هذه الدريبي، هذه حي الأكواخ، هذه طريق المطار، مناطق طرابلس أو مدينة طرابلس بالكامل بإذن الله حتغطى بالكامل، حتزود بالغاز منزلي، ونفتك من قصة الاستوانة ورفع الاستوانة للدور الخامس والعاشر وإلى آخره. عادي ما بنعاني، احنا موجودين لسه، ما بنعاني منها يعني، عادي متعودين. في هذا المشروع رقم واحد طبعا، مقترح شبكة الضغط المتوسط 7/2 لمدينة طرابلس، طبعا حيجي بضغط مرتفع بعدين يبدأ تخفيض وفق محطات اللي تنطلق 7/2 في مدينة طرابلس، بعدين حيدخل البيت بوينت كم 2 أو 3 بار لكل منزل بإذن الله. طبعا احنا قطعنا شوط كبير في بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات لاستجلاب العدادات، حيكون العدادات كلها الكترونيه، تكون كلها جاهزه، مجرد ان احنا توصل شبكات المدن تبقى شركات تنفذ في الجانب الثاني المصاحب لها في العدادات، وبطريقه فوتره وطريقه جميله جدا سهله للمواطن. نعم. الخطوط الفرعيه للتزويد بمدينة طرابلس، هذه الخطوط الفرعية واضحة قدامكم، 35 كيلومتر ب20 بوصة و9 كيلومتر بقطر 20 بوصة. طبعا بعد حيتم تخفيض هذه المحطات زي ما قلنا إلى 7 بار لأقرب مدينة طرابلس، ممكن حيكون في محطة تقريبا في جامعية الدعوة الإسلامية، بعدين حتخفض منها تدخل لمدينة طرابلس. معلومة بسيطة على الغاز، المدينة في طرابلس، راو كان في طرابلس اللي يعرف طرابلس
جهه المدينه القديمه بالخير وبمشمشه وكذا من سنه 1934 تقريبا كان في حجاز، في بعض الشقق القديمه تلقى العداد قاعد وكويس قاعده والمحطه القديمه قاعده، لكن نتيجه الظروف يا مجاهد المستشار وشاف المحطة تاريخها 1934 أدرى يعني خلاص قبل روما ممكن كان فيها غاز وقاعد لعند الآن العددين مضبوط لعند الثمانينات وغز العددات وغاز يشتغل تصور بعدين الكل خصصوه للأفراد وتم إزالة الكامل الآن عم نحاول نحن نسترجعوا الأملاك للشركة ونحاول مفاهدات إدارية وجدنا طبعا في النظام السابق وجدنا مشاكل كبيره ودعاوى كبيره لان كان في حوالي هكتار هكتار نص في جهه مشمشه لعند طرابلس خاص طرابلس كان فيها مضخه رئيسيه والمحطه الرئيسيه لغاز مدينه طرابلس تم ازاله هذه المحطه تخصيصها لاولاد النظام السابق بعدين الان باذن الله يعني كانت الامور تسترجع من جديد درنا لها اجراءات جديده وكلها باذن الله في مساله وقت فهذه مخطط شبكة الضغط المتوسط لمدينة بنغازي هنشوفه في كل مدن مدينة بنغازي بإذن الله حتغطى باسم المنطقة سيد حسين وسط المدينة سوق الجريد الصابري الحاشي حي السلام حي العروبة المساكن وهكذا إلى عند 24 آخرها من القوارشة في مدينة بنغازي هذه كلها مدن حتغطى بإذن الله بغاز المدينة في المستقبل مخطط شبكة الغاز المتوسط لمدينة بنغازي المرحلة الأولى اللي كنا حتنفذها شركة ستريم الإسبانية حيكون اسم المدينة بنغازي المرحلة الأولى سكني 40-740 تجاري وصناعي خفيف 12-60 الإجمالي 40 مليون كعب متر مكعب